اللي بحياتنا هم الناس السيئين. أختها تزوجت طليقها واكتشفت أن أمها على قيد الحياة. عاشت الممثلة الكويتية الشوق الموسوي حياة مؤلمة بسبب تعرضها للخيانة من قبل أختها، ويلي دعمتها معنويا وماديا واشترت لها بيت وحققت كل مطالبها. وبعد أزمة الطلاق يلي تعرضت لها الفنانة الشوق الموسوي، اكتشفت أنه طليقها تزوج من أختها، وأختها هي اللي خبرتها بالزواج، وهالخبر عمل صدمة واكتئاب للشوق، ويلي خلاها تاخذ حبوب اكتئاب وكورتيزون. والأسوأ من هيك هو كذب وخداع أهل أبوها يلي خبروها بأنه أمها ميتة من لما ولدت شوق. ولكن لما صار عمر شوق 14 سنة اكتشفت أن أمها بعدها عايشة ومتزوجة وعندها أخوات من أمها. وبتضيف شوق وبتقول: اتلقيت اتصال مرة واحدة من أمي، ولما رديت عليها قالت لي أنا أمك، ولتتأكدي في العلامة الفلانية بجسمك. وطبعا راحت شوق للغرفة لتتأكد من هاي العلامة، وطلعت العلامة موجودة بالفعل مثل ما حكت أمها، ولكن عمها وقف بطريقها وبلش يضربها بكبل الكهرباء للشوق. ولما صار عمر الشوق 18 سنة راحت للسفارة وطلبت بأنه تلتقي بأمها، لأن ولا مرة شافتها بحياتها، وطبعا أمها غير كويتية. هالقصة حزينة ومؤلمة، بس أنتو كيف بتشوفوا القصة من طرفكم؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. ولهون بكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.